مكملين بباقي فقراتنا لليوم، وكثير من الاسئله سلمى اليوم بنحكي فيها عن الارث، وكثير من الاشارات الاستفهام حول هذا الموضوع رح نحكي عنها اكيد. فرح، دائما بمحطاتنا القانونيه بنحاول ناخذ اهم المواضيع يلي بتشغل بال كل الناس، ويعتبر حصر الارث هو من الاهم المواضيع اللي بتشغل بال الناس ويمكن بتعج المحاكم فيها. رح نحكي اكثر قانونيا شو المقصود وكيف بيكون شرعيا وقانونيا ونظاميا حصر الارث، شو الاسئله الاكثر شيوعا، كل هالتفاصيل رح تجاوبنا عليها ضيفتنا المحاميه اللي معنا بالاستوديو الاستاذه ايمان حسان. اهلا وسهلا فيك وسعد صباحك. اهلا وسهلا فيكم سعد صباحك مره ثانيه. قبل ما نفوت بالتفاصيل او يمكن بعض الاخطاء او العثرات اللي ممكن يوقع فيها الناس اللي عم تعمل حصر ارث، خلينا نحكي عن الاوراق المطلوبه والخطوط العريضه لحصر الارث في حال كان مثل ما بنقول كل الامور جيده وبالسلم وقانونيه. صباح الخير اول شيء. هلا حصر الارث هو بعد وفاه الشخص تنتقل كتلة أمواله إلى الورثة، وهي الكتلة تسمى التركة. وحصر الإرث هو أن وجد لينعرف كل وريث مقدار حصته السهمية من هاي التركة. هلأ الأوراق المطلوبة أول شيء بده بيان وفاة للمتوفى، تمام، بيان عائلي يثبت صلة القرابة، وبده يقوم بالتقديم على حصر الإرث أحد الورثة اللي فوق ال 18 سنة، تمام، وممكن احد الورثه ينوب عن باقي الورثه باجراء حصر الارث. وبده بيانات وفاه لاب وام المتوفى اذا متوفين، او اخراجات قيود فرديه اذا عايشين، او بيان عائلي بينوب عنهم. وبده للبنات المتزوجات كمان اخراجات قيود فرديه. قد ايه المده اللي ممكن تكون موجوده لحتى تتم عمليه حصر الارث اذا بدنا نقول باسرع وقت ممكن؟ يعني مدة انه اجراء حصر الارث يومين بيخلص. طيب خلينا نحكي شوي، اليوم كثير صار في بعض العقبات انه اشخاص خارج البلد او شخص مثلا من جنسيه مختلفه او ما الى ذلك، هل بتختلف هي الاوراق او لا؟ هلا خارج البلد عادي، انا قلت انه وريث واحد بيقدر هو يقوم بتنظيم حصر الارث بالنيابه عن الورثه كلهم، وبتصير يعني وثيقه حصر الارث معه، وبيقدر اي وريث يستخرج نسخه عنها، تمام. كيف بيتم توزيع كمان الورث حسب القانون السوري على الورثة؟ هلا عندنا نحن نوعين لحصر الارث، حصر الارث القانوني وحصر الارث الشرعي. امتى بنلجأ لهذا ولهذا وكيف طريقة التوزيع؟ هلا الشرعي لما بيكون كل العقارات ملك، نوعها ملك. اما القانوني بنلجأ له لما بيكون احد العقارات اميري، نوعها اميري. شو يعني؟ شو مقصود؟ هلا بالملكية في ملك وفي أميري، هي هيك يعني إنه هنن هيك يعني مصنفين ملك وأميري. الأميري بيتم توزيع الحصص للذكر مثل الأنثى تماما، أما الشرعي للذكر مثل حظ الأنثيين، والزوجة بتاخد الثمن في حال وجود فرع وارث، وبتاخد الربع في حال عدم وجود فرع وارث، وللأم السدس. فرع وارث يعني خلينا نقول أحد الأبناء، ابن أو بنت، أي فرع وارث. طيب تختلف هاي الشيء بين الأب والأم؟ يعني لما بيكون المتوفى هو الاب او الام، شو الفرق؟ ما في فرق بالحصص نفسها، الام او الاب بتتوزع نفسها، كان في نفس زوج الطريقه، كان في تماما. طيب المعروف عنه دائما انه لما بيكون ما في شباب فبيقولوا لك انه بده يدخل العم والعمات وما الى ذلك، خلينا نحكي كمان عن هي تمام. واذا كان هو مسجل شيء لبناته بيختلف شيء بالتقسيم او لا؟ هلا اذا مسجل شيء لبناته خلاص اللي تسجل طلع من التركه، تمام. لما ما بيكون في فرع ذكر ساعتها الاخوه الذكور والاب، اول شيء الاب اذا موجود بيرث، والاخوه الذكور بترث لما ما بيكون في ذكر، بيكون في اناث. اليوم كمان عم نشوف يمكن اغلب مشاكل الورثه لما بيكونوا هن خارج البلد، وقسم من الابناء داخل البلد. الابناء اللي داخل البلد يمكن بحاله عجله لحتى يتوزع الارث بشكل صح، شو هي العقبات اللي ممكن تواجههم بهي الحاله؟ هلا هن لما يجروا حصر الارث، تمام، صارت معهم الوثيقه، صار يعرفوا كل واحد شو نصيبه من هي التركه. لما بدهم يجوا على تنفيذ حصر الارث، يعني كل واحد بده ياخذ حصته. هون العقبه انه اللي خارج البلد يعني ممكن يكون عقار انت لك فيه مثلا 10 اسهم، اخوك 20 سهم كذا، فهذا العقار غير قابل للقسمه، غير انه يعني بدك تبيعي ما في حدا حيجي يشتري حصتك لحالك ويضلوا باقي الورثه، يعني صعب هون حيكون. فهون ما عندنا حل غير انه اللي خارج البلد يبعثوا وكالات
تمام، اما تنظيمك عليه لمحامي او ممكن لاحد الاخوه وحتى يكلفه بتنفيذ حصر الارث وبيع حصته او شو بده يتصرف. في حال ما كان في هذا التعاون ممكن تكون هي عقبه اساسيه بتوزيع الارث او حتى تصرف الابناء فيه. هلا اذا ما رضوا يبعثوا وكالات ممكن اوقات مثلا احد الورثه موجود بس ما عم يرضى لا يبيع ولا يعطي حصص حدا ولا كذا. هون بتوقف المعامله؟ لا ما بتوقف المعامله، هون احد الورثه بيدعي على الوريث بما انه مالك على الشيوع بيرفع دعوى ازاله شيوع. فهون ازاله الشيوع انه انا بدي حصتي، انا مالك على الشيوع وفلان قاعد بهي الحصه وما عم يخليني اتصرف فيها ولا استفيد من ثمارها ولا بيعها ولا شيء، بيرفع عليه ازاله الشيوع. ازاله الشيوع الى طريق اما بده تصير قسمه رضائيه اذا كان العقار قابل للقسمه برضاه طبعا جميع الورثه، او بده ينباع بالمزاد العلني، وهون طبعا بتقل قيمه العقار نوعا ما، بس ما عنده غير هذا الحل. طيب خلينا نحكي عن الوصيه، كثير اشخاص بيعملوا مبدا الوصيه، وفي اشخاص بيعملوا مبدا الهبه اثناء وجودهم بالحياه طبعا. او في ناس بيكتبوا يعني مختلف الاشكال، خلينا نقول شو الفرق بيناتهم وكيف بينحل الموضوع بعد الوفاه. تمام، هلا بما انه الشرع الاسلامي هو المطبق على موضوع حصر الارث والهي، فهو بالشرع لا وصيه لوارث الا باجازه جميع الورثه. يعني انا شخص بيورثني ما فيني اوصي له، واذا وصيت هاي الوصيه موقوفه على اجازه باقي الورثه، اذا قبلوا فيها انقبلت، ما قبلوا فيها التغت، لانه هو بيورثني. اما انا لحدا خارج الناس اللي بتورثني فيني وصي. فيني وصي تماما. سؤال الهبه بالنسبه للهبه كمان هو وحي وعايش بيقدر يوهب اي شخص، يعني اي شخص كان بيقدر هو يوهبه، هو ماله حرفي بيتصرف فيه بالشكل اللي بيريده يعني. طيب حسب تجربتك يمكن اغلب الدعاوى اللي ممكن توصل لعندك، شو هي ابرز المشكلات اللي ممكن تواجه الناس عند حصر الارث وكيف يتعامل القانون السوري معه؟ هلا اغلب المشاكل يعني انه خلاف بين الورثه، ممكن يجوا ليتفقوا، لا ممكن يتقسموا الحصص اسهم، يجوا يتفقوا مثلا انا بدي هاي الحصه انت خذ هاي بداله انت كذا، يعني هاي الخلافات اللي بتصير بين الاخوه غالبا، انه يعني بدنا نتفق على هيك، وبعد ما يصير الاتفاق في منهم بيجي بيقول لا انا ماني رضيان انت اخذت اكثر انت كذا، عرفتي شو يعني؟ لما يكون في اتفاق فما في اي مشاكل، لانه هي الموضوع كلياته معلق بالورثه. طيب شو الامور اللي ممكن او الاخطاء اللي بيرتكبوها احيانا الاشخاص لما بيكون بمثل هذا الموضوع؟ وانت يمكن بتقولي او بتنصحي انه انا اذا شخص عندي املاك معينه كيف طريقه اني انا اتركها للي بده يجي من بعدي لحتى ما يصير في مشاكل اصلا. تماما، هلا ممكن مثلا انه هو يعمل مثلا يكونوا بنات يعملوا مثلا حق منفعه مثلا في بيت انه هن قاعدين فيه وما انا متزوجين وما بتعرف شو بصير معهم يعني مع الايام، انه يعمل لهم حق منفعه يعني انه طول حياتهم هن ما حدا يقدر يطالعهم من هذا البيت. عرفتي هي كمان يعني كثير حق الانتفاع انه هذا ما يقدر انه حدا مثلا يطالعهم اخواتهم حدا يزتهم برات البيت مشان ياخذ حصته، ياخذوا حصصهم من باقي الاملاك وطول ما هن عايشين يقدروا يستفيدوا مثلا من هذا البيت، يقدروا يستثمروا. ممكن الاب يوهب حدا من يعني خايف عليه انه يكون الاضعف بين اخواته وما بيقدر يخلص، او مثلا بنت او كذا، ممكن يهب شيء على حياه عينه ويسجله باسمه، يعني في كثير امور ممكن يلجا لها اذا هو بيعرف انه ممكن يصير هالخلافات، يعني ما في الفه بين هالاخوه، بتعرفي والمال يعني بيقولوا بفرق اوقات. اي تماما. الحرمان من الارث بنسمع عنه بعض الاشخاص يمكن قبل وفاتهم بيكونوا هم بيعانوا من مرض معين ومتوقعين الوفاه فبيلجأوا للوصيه مثل ما قلنا، هم ممكن بعض الاباء او بعض الاشخاص يستثنوا احد الابناء او احد الاشخاص من هي الورثه، في حال تم ذلك يحرم فعلا هذا الابن او الشخص من الورثه حسب رغبه المالك؟ تمام، هلا اذا كان هو مريض مرض موت، هلا في امراض موت يعني معروفه مثل مثلا سرطان على فرض، خلص انه الدكاتره كلها قايلين انه هذا ممكن انه ما يكمل السنه او شيء، واي تصرف بيجري بالسنه اللي كان فيها مريض مرض الموت فهو باطل. تمام، بالنسبه انه يحرم يقول انه انا وصيه احرم، هي الوصيه باطله كمان،
ما في انه انا بحرم فلان، بس انه فيه يحرمهم بطريقه ثانيه، يفرق كل املاكه على حياه عينه بدون هذا الشخص. هيك بيقدر منه تماما، يستثني انه يبيع كل شيء وهو عايش وهذا الشخص ما يكتب له شيء لما يتوفى. ما ضل شيء بهي النقطه انه هو اي قرار او اي طلب ممكن يطلبه اثناء مرضه بالسنه يلي هو مرضان فيها لا يؤخذ بعين الاعتبار. شو هي الامراض؟ هل هي امراض عقليه او اي مرض كان؟ تمام، ممكن امراض عقليه، ممكن يثبت يعني يثبت، ممكن هو اثناء مرض المرض هو مريض ممكن يتصرف بشيء باملاكه. تمام، باقي الورثه بيقدروا يعملوا ابطال لهذا التصرف بعد وفاته، بيقدروا يعملوا ابطال لهذا التصرف، اما باثبات انه كان هو عنده نقص بالاهليه، نقص بالادراك العقلي، مرض الزهايمر، ممكن ما نعرفان شو عم بيتصرف يعني مو مدرك تماما، لانه هي الاهليه اساس للتصرف. وممكن يكون مرض موت فعلا، انه هذا المرض مرض موت، يعني انه شخص انه بس ينصاب بهذا المرض مثلا ممكن ما يكمل هذا، ما يكمل السنه، وفي اطباء وتقارير طبيه بتثبت هذا الشيء، فهون بيقدروا يبطلوا هذا التصرف يعني. طيب في حال مثلا هو ما كان مريض مرض موت، مرض عادي ودخل المشفى، ولكن خلال هاي الفتره اخذ هاي القرارات، قرر انه هو بده يحمي عائلته، فقرر انه يكتب او يقسم مثل ما بيقولوا الميراث على حياته، ما في اي مشكله. فهل ايضا هي ممكن يرجعوا عليها بعد الوفاه او لا؟ هلا هن ممكن يرجعوا بعض الورثه، ممكن يرجعوا عليها، بتصير كثير. هو بيكون بعقله وبصحته فرغ لفلان مثلا من الناس، فهن الورثه بدهم يرجعوا، ممكن يرفعوا دعوه مثلا ويعملوا صوريه العقد وكذا وهالشيء، بس يعني اذا ما في اثباتات تثبت انه فعلا مريض مرض موت او في شيء بعقله او ما كان يعني مدرك تماما شو عم يتصرف، فخلص التصرف نافذ يعتبر. بعض المشكلات اللي يمكن بنسمعها من سواء الجو والوسط المحيط او حتى من خلال شاشات التلفزيون، في حالة الوفاة بعض الأبناء ممكن يبرز وثيقة أنه الشخص المالك أو الشخص المتوفى كتب ممكن بهي الوصية ثلاثة أرباع الأملاك أو جزء كتير كبير من الأملاك أو حتى الأملاك كلها لشخص واحد بس بالعيلة. كيف ممكن يتصرف القانون السوري بهذا الشيء في حال صحة أو عدم صحة هاي الأوراق؟ هلأ هاي الوصية إجباري بده يكون باسم عليها بصمة. البصمة هي ممكن اللي تحكم بهذا الشيء تماما. هلا البصمة طبعا ممكن يلجأوا مثلا اللي عم يعارض هذا الشيء مثلا بيلجأ للمحكمة وللقضاء وبيعملوا خبرة وبيعملوا مضاهاة بصمة، بيجيبوا بصمة الوريث من أي دائرة مثلا، ممكن من النفوس، ممكن بيجيبوا بصمته، بيعملوا مقارنة بصمة، بيشوفوا انه هذا الكلام انه فعلا هو باصم عليه ولا لا، ممكن يكون حاطط شهود على هذا الشيء اللي صار، يعني في كثير اثباتات. طب خلينا بس نتوسع شوي بهذا الموضوع. طبعاً. في حال عدم وجود شهود والبصمة كانت مجرد موجودة، فينا نحن نشكك ممكن بمصداقية هذا الشيء؟ لأنه كمان نسمع كثير سلمى أنه بصم على بياض، هي الكلمة كثير نحن نسمع. تماما، هلأ كل شيء في كل شيء عندك أنت إثبات ورقي بدك تثبتي عكسه، اما يعني بدك تلجئي الى الاثباتات القانونيه، اما بشهاده شهود، اما باثباتات ورقيه ثانيه مخالفه للشيء اللي قدامك. يعني انت لما بدك تدعي بشيء بدك تقولي انه هذا شيء باطل كذا، جيبي اثباتاتك البينه على من ادعى واليمين على من انكر. طيب اليوم بشكل عام هيك اطلعنا مع حضرتك على اهم النقاط يمكن اللي العلاقة بالورث مثل ما بنقول ضمن القانون السوري، هل في شيء غفلنا عنه وحابة انه حضرتك تحكيه او توضحيه يا ريت نذكره؟ يعني هذا تقريبا احطنا بكامل جوانب الموضوع تقريبا، يعني انه معاملة حصر ارث بيقدر اي حدا يقوم فيها من الورثة، وموضوع بسيط، ويعني الاتفاق اهم شيء بين الورثة على اي شيء بالتوزيع فيما بعد. بس سؤال اخير، انه نحن بنسمع يمكن بالحياه العامه انه دعوه توزيع الارث بدها كثير لحتى تخلص، وين لحتى نحن نعيش ونحصل هذا الشيء، شو مدى صحته؟ لا لا هذا الكلام مو صحيح. هلا معامله حصر ارث بيومين بتخلصيها، بصير معك وثيقه حصر ارث. لما انت بدك تنفذي فعلى حسب شو في عقارات، شو في املاك، عقبات، مين موجود مين مو موجود، هون بيجي عندك العرقله والوقت والهذا. تماما اكيد. بدنا نشكر وجودك معنا، شكرا كثير لك كل المعلومات اللي قدمتي لنا. شكرا لك. شكرا لك.